يقول فضيلة الشيخ، ما حكم من يعتقد أن للأنبياء والصالحين الموتى حق أو حظ في التصرف وفي النفع والضر بإذن الله، مع التوضيح لأنواع التوحيد جزاكم الله خير؟ هذا مشرك الذي يزعم أن أحدا يتصرف مع الله من الملائكة أو من الأنبياء أو الرسل أو الصالحين، الذي يقول إن هناك من يشارك الله في التصرف في هذا الكون، هذا مشرك والعياذ بالله، الشرك الأكبر، لأنه لا يتصرف في هذا الكون إلا الله جل وعلا وحده، والملائكة والرسل والأنبياء والصالحون عباد مخلوقون لا يتصرفون، لا سيما إذا كانوا أمواتا. الميت كيف يتصرف وهو ميت؟ لماذا لم يتصرف في نفسه؟ لماذا لم يخرج من القبر؟ ما دام انه يتصرف، لماذا لم يبقى في ظلمة القبر وفي اللحد؟ لماذا لا يخرج؟ يا سبحان الله، ما أعجب بعض العقول كيف يروج عليها مثل هذه الترهات، وقوله بإذن الله هذا من باب الكذب والترويج. الله لم يأذن، الله لم يأذن لأحد أن يتصرف معه في هذا الكون. نعم.